بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن الولادة المنزلية. طبعا للتأكد من سلامتك وسلامة طفلك، فعليك التأكد من نوع أو تأهيل الممرضة، ويجب أن تكون ذات خبرة جيدة، كما أنها يعني مجهزة بخطة بديلة في حالة حدوث أي مشكلة أثناء عملية التوليد، كما أنه يجب أن يعني يتوفر لديك وسيلة نقل سريعة وآمنة لأي مستشفى قريب جدا من المنزل. ولكن إذا كان يعني كنت تسكنين في مكان بعيد من المستشفى، فإنه لا يستحب أن تحصلي على ولادة منزلية، كما يجب أن تكونين يعني متفقة مع ممرضة وطبيب ذات خبرة كبيرة جدا، ويتوفر معها الأدوات اللازمة يعني للاستعانة بها في حالات الإسعافات الأولية، وأيضا الأدوات التي تحتاجها في توليدك. وكما يجب أن تكون الممرضة على اتصال بطبيب 24 ساعة في اليوم أثناء قيام بالعملية، عملية التوليد في البيت. وأنصحكم يعني بالتفكير مطولا قبل اختيار التوليد في البيت، وإن شاء الله هذا الدرس الثالث طبعا في التوليد. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.